أهلا ومرحبا بكم، معكم محمد شرقاوي من شركة فاتوس لشرح الدورة التدريبية الجديدة لبرنامج سيلز أب، برنامج المحاسبة والمبيعات وإدارة المخزون من شركة فاتوس. فلنبدأ. اليوم سنتعرف على موديول جديد وهو موديول العملاء والموردين، ونبدأ مع درسنا المهم وهو إضافة عميل أو مورد جديد. لنقوم بذلك من القائمة الرئيسية، اضغط على قائمة العملاء ثم اختر إضافة عميل أو مورد. ندخل كود واسم العميل. من قسم الشؤون المالية نحدد طريقة الدفع التي يجب أن نتعامل بها مع هذا العميل أو المورد، سواء كانت نقدي كاش أم يمكن التعامل معه بالآجل. ملحوظة: إذا اخترت كاش فقط، نقدي فقط، لن تتمكن تبقية أي أموال أثناء عمليات البيع والشراء مع هذا الشخص. ثم نحدد حد الائتمان، فإذا كان هذا العميل مثلا سنتعامل معه بالآجل، فما هو الحد الأقصى للقيمة المتبقية عليه؟ يمكننا أيضا تخصيص المزيد من المميزات الأخرى، كما يمكننا من قسم بيانات الاتصال تحديد العنوان وأرقام التواصل. يمكنك تحديد الموظفين المسؤولين عنه، وتحديد إذا كان يستطيع الدخول على النظام الخاص بك أونلاين أم لا. عند الانتهاء من إدخال جميع البيانات المطلوبة نضغط على زر حفظ. أشكركم ونرحب باستفساراتكم ومقترحاتكم. لمزيد من المعلومات اضغط على أيقونة المساعدة أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني www.vatos.com.